بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال العبيطي رحمه الله في نظم ورقات: باب الأمر وحد الاستدعاء فعل الواجب بالقول ممن كان دون الطالب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بدأنا ولله الحمد والمنة في الدرس الماضي بدراسة نظم الورقات، وذكرنا سبب الدراسة، فائدة هذا العلم، دراسة النظم بعد النثر، ذكرنا تعريف هذا العلم والأقسام في هذا الكتاب، قلنا ثلاثة أقسام: علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية القسم الأول، كيفية الاستفادة منها هذا القسم الثاني، وحال المستفيد هو القسم الثالث. أيضا ذكرنا ما يتعلق بالأحكام الوضعية، الأحكام التكليفية. أيضا ذكرنا العلم والظن والشك والوهم، الجهل البسيط والجهل المركب. ذكرنا أقسام الكلام، قلنا الكلام ينقسم من حيث التركيب ومن حيث إمكان وصف الصدق وعدم إلى خبر وإنشاء ومن حيث الاستعمال، وفصلنا في الكلام في المجاز. المؤلف رحمه الله تعالى الآن بدأ يتكلم عن الأوامر والنواهي. نعم، تعيد. نعم، قال رحمه الله تعالى: وحده استدعاء فعل الواجب بالقول ممن كان دون الطالب. نعم، الأمر هو قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. قول إخوانا، خليكم معي، اتركوا الكتاب، مكتوب في الأصول من علم الأصول أو في الشرح، شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله. قول خرج بهذا الإشارة والكتاب. يعني لو أقول لهذا الأخ هكذا يعني أسكت، هذا عند الأصوليين ليس بأمر، أو أكتب له أسكت هذا أمر، لكن عند الأصوليين ليس بأمر. قول يتضمن طلب الفعل، خرج بهذا القول الذي يتضمن طلب الكف والترك، فهذا ليس بأمر. على وجه الاستعلاء خرج به الدعاء والالتماس، يعني لابد يكون من أعلى إلى أدنى. إذا كان من أعلى إلى أدنى هذا أمر، ومن أدنى إلى أعلى هذا دعاء، ولابد نتأدب. لا يمكن أن يقول العبد عندما يقول اللهم اغفر لي يقول هذا أمر، ما يمكن، تقول هذا دعاء. ومن مساوي إلى مساوي هذا يسمى التماس، مفهوم؟ إذا من أعلى إلى أدنى هذا أمر. الله سبحانه وتعالى قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. من أدنى إلى أعلى دعاء، تقول اللهم اغفر لي وارحمني. ومن مساوي إلى مساوي هذا يسمى التماس. قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. نعم، قال رحمه الله: بالصيغة افعل فالوجوب حقق حيث قرينة انتفت وأطلق. نعم، صيغ الوجوب، أي صيغة من هذه الصيغ الأربع تجدها في دليل من أدلة الكتاب والسنة، هذا يدل على أن هذا الدليل يدل على الوجوب، على أنه أمر. الأول فعل الأمر، مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الثاني اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، حي على الصلاة يعني أقبلوا. الثالث الفعل المضارع المقرون بلام الأمر: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
الرابع المصدر النائب عن فعل الأمر، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب أي ضربوا رقابهم. إذن عندنا صيغ أربعة: فعل الأمر واسم فعل الأمر والفعل المضارع المقرون بلام الأمر والمصدر النائب عن فعل الأمر، هذه صيغ أربعة. لكن قد يستفاد الأمر من غير هذه الصيغ الأربعة، مثل أن يوصف أنه واجب وحتم وحق وفريضة وفرض، يمدح فاعله يذم تاركه، يترتب على فعله ثواب أو على تركه عقاب، أو يوصف بأنه من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، من المؤمنين، من الصالحين، أو يذم فاعله بأنه من المشركين، تاركه يذم تاركه بأنه من المشركين من المنافقين، مفهوم؟ إذن قد يستفاد الأمر من غير هذه الصيغ، مفهوم؟ إذن الصيغ عندنا أربعة، لكن قد يستفاد من غير هذه الصيغ الأربعة، مفهوم؟ نعم. قال الله سبحانه وتعالى: حقا على المتقين، حقا على المتقين، حقا على المتقين في الوصية، حقا هذا دليل على الوجوب، على المتقين دليل على الوجوب كذلك على الأمر. لماذا؟ تسأل أي إنسان: تريد أن تكون من المتقين؟ يقول نعم. إذن امتثل لأمر الله، مفهوم؟ نعم. الآن يبقى معنا إذا جاء الأمر في الكتاب والسنة، إذا جاء الأمر أخذنا ما هو الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، وأخذنا صيغ الأمر، وقد استفاد الأمر من غير هذه الصيغ الأربعة. إذا جاءك أمر في كتاب والسنة، إيش تصنع؟ ماذا تصنع؟ قال: الأمر يدل على الوجوب، تعلم أن هذا أمر واجب عليك، ويدل على الفورية، تصنع الآن ما تؤخر، مفهوم؟ نعم. إذن الأمر يدل على الوجوب والفورية، يدل على الوجوب. قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، مفهوم؟ تمام. ويدل على الفورية: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ولأن الإنسان قد يؤخر ويحصل له مرض، موت، صح؟ تتراكم عليه الواجبات. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه حزم، كان عليه الصلاة والسلام يبادر عندما نزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام عليه الصلاة والسلام وقال: يا معشر قريش. هذا دليل على ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤخر. بال أعرابي في المسجد، مجرد ما بال وانتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهر المكان، حزم، لأنه قد ينسى. أنت تعرف بعض الناس يعني مثلا يأتي على ثوبه نجاسة، يؤخر، ثم بعد هذا قد يصلي بالنجاسة هذه وهو لا يدري. فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الحزم، ولأن التأخير له آفات، واقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. وكثير ما يسأل العلماء عن ماذا؟ عندما يأتي شهر رمضان، النساء: علي صيام رمضان الماضي ولم أصم، صحيح؟ أي نعم. إذن الأمر يدل على الوجوب والفورية، لكن قد يخرج عن هذا، لكن يخرج لابد بدليل، يخرج من الوجوب إلى الاستحباب. مثاله قول الله سبحانه وتعالى: وأشهدوا، أمر إذا تبايعتم. إذن يجب على كل من باع واشترى أن يشهد. قال: لكن هذا الأمر صرفناه من الوجوب إلى الاستحباب. لماذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، مفهوم؟ طيب، إذن قد يخرج من الوجوب إلى الاستحباب، نعم، وقد يخرج
إلى التهديد. يقول الأب يعطي الولد مال، خذ دينار واشتري لنا خبز تمام وضيع الباقي. ايش يقول له؟ ضيع الباقي. فالولد يشتري خبز ويضيع الباقي وياتي، صحيح؟ هل الامر هنا على الوجوب؟ لا، الامر هنا على تهديد، يهدده يقول ضيع الباقي. يقول اسمع، اليوم اذهب واشتري الاغراض وتاخر. والمدرس يقول للطالب غدا تاخر ولا تاتي. ها، يدل على ايش؟ تهديد، مفهوم؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اذن هل هذه الايه فيها امر بالكفر؟ نسال العافية والسلامة. لا، اكمل الايه انا اعتدنا. فهمت يا اخي؟ اذن هذا الامر هنا ليس للوجوب، هذا للتهديد. قال الله سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، هذا ليس للوجوب، هذا للتهديد. وقد يأتي الأمر للتخيير، اختار الذي تحب. قال انكح هند أو اختها، اختار، هذا ليس عن الوجوب، مفهوم؟ التخيير بين هذا وهذا. ويأتي للإرشاد، يأتي للإرشاد يعني نصح. قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد عليه الصلاة والسلام التي عليها خاتم، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب هذه الوصية وختم عليها بخاتم النبوة، يعني أصلية لم تغير ولم تبدل. قال فليقرأ، الأمر هنا للإرشاد، مفهوم؟ طيب. وقد يأتي الأمر جوابا لما يتوهم أنه محرم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأفعال التي يفعلها الحاج في يوم العيد، رنحط، رمي، نحر، حلق، طواف، الترتيب سنة. قال يا رسول الله، فعندما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن قدم وأخر هذه الأشياء الأربعة كان يقول افعل ولا حرج. افعل هنا أمر لكن ليس على الوجوب، هذا جوابا لما يتوهم أنه محرم. يدخل إنسان الآن قال أصلي، تقول صلي وجوبا؟ لا، لأنه يظن أن هذا الوقت وقت نهي. مثلا أنا لا أتكلم عن وقت نهي هل هو الآن أم لا، أنا أتكلم عن المثال فقط. طيب، أي نعم. فيجيك إنسان صلى المغرب وجلس في المسجد وسأل الشيخ قال ممكن أصلي الآن هكذا لله؟ فهذا يقول له إيش؟ صلي وجوبا؟ لا، فهم. قال سبحان الله، أول مرة أسمع أن الصلاة بين المغرب والعشاء النافلة واجبة. قال لا، أنت تظن أن هذا الوقت وقت نهي عن الصلاة فيه، فأنا قلت لك صلي، هذا دليل على الجواز، مفهوم؟ طيب، إذا ورد النهي، جاءنا نهي، مفهوم؟ ثم أردنا أن نزيل هذا النهي، النهي قوي، مفهوم؟ فحتى تزيل النهي لابد تأتي بشيء قوي وهو الأمر. فإذا جاء الأمر وكان هذا الأمر مسبوق بنهي، وظيفة الأمر هنا فقط إزالة النهي، أزلنا النهي الآن، هذا نهي وجاء إيش؟ أمر. الأمر هنا وظيفة الأمر ماذا؟ إزالة النهي. إذا أزلنا النهي رجع الأمر كما كان عليه قبل النهي، بالمثال يتضح. إذن إذا جاءنا نهي لا يمكن أن يزال هذا النهي إلا بشيء قوي وهو الأمر، وظيفة الأمر هنا فقط إزالة النهي. إذا أزلنا النهي يعود الأمر كما كان عليه قبل النهي، كان قبل النهي واجب فهو واجب، مستحب فهو مستحب، مباح فهو مباح. نعم. قال الله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا. قال الشيخ
يجب على كل من تحلل من حج وعمرة أن يصطاد، والدليل وإذا حللتم فاصطادوا. نقول لا، وظيفة الأمر هنا إزالة النهي. ما هو النهي؟ لا تقتلوا الصيد وأنتم حر، مفهوم؟ إذن جاء النهي وجاء الأمر، الأمر أزال النهي. حكم الصيد قبل الإحرام مباح جائز، إذن أرجعنا إلى ما كان عليه قبل، مفهوم؟ تمام. قال الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. ولا تقربوهن نهي، ثم قال فإذا تطهرن فأتوهن، أمر يدل على الوجوب. لا، الأمر هنا جاء لإزالة النهي، مفهوم؟ نعم. ويرجع الأمر على ما كان عليه قبل النهي، مفهوم؟ ما هو؟ الله أعلم، إما استحباب أو وجوب على قول، لأن الزوج إذا امتنع من وطء الزوجة مدة تزيد على 4 أشهر تطالب الزوجة. المهم احنا قلنا المثال فقط لتوضيح القاعدة. طيب إذا أخذنا مثال على الجواز الأول، هذا اعتبره مثال على الوجوب، خلاص اعتبره يا أخي. الثالث مثال على الاستحباب. قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، انتهينا، هذا نهي. قال فزوروها، إذن يجب زيارة القبور. نقول لا، جاء الأمر لزيارة النهي. حكم زيارة القبور الاستحباب، الزيارة الشرعية. إذن أتينا بمثال على الجواز، ومثال على الوجوب، ومثال على الاستحباب، ولازم من المثال أن يكون صحيح، مفهوم؟ تمام. طيب، وقد يأتي الأمر للتكوين، كن فيكون. إذن صوارف الوجوب: استحباب، جواز، تهديد، تكوين، تسوية. تسوية؟ نعم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، يعني الاستغفار وعدمه سواء، هذا وهذا سواء، مفهوم؟ نعم. اصبروا أو لا تصبروا سواء، خلاص، جوابا لما يتوهم أنه محرم أو مكروه. إذا سبق بنهي جاء الأمر لإزالة النهي ويعود كما كان عليه قبل، مفهوم؟ والإرشاد والدعاء أخذنا في التعريف أيضا، يعني لو قال اللهم اغفر لي هذا أمر يدل على الوجوب؟ نقول لا، هذا دعاء من مساوي لمساوي يسمى التماس. هذه كلها صوارف، ولهذا يعني بهذا تعلم أهمية هذا العلم، صح؟ لأنه قد يقرأ إنسان ويجعل هذه الأدلة التي ذكرناها كلها تدل على الوجوب، وهذا مسكين، نعم، تخبط. نعم، التهديد ذكرنا أيضا. نعم. قال رحمه الله: بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق. نعم، حيث القرينة انتفت وأطلق، لكن قد تأتي القرائن وتدل على القرائن أن هذا ليس على الوجوب. الثاني احنا قلنا الأمر يدل على الوجوب، والثاني فورية. الله سبحانه وتعالى أمر إبليس بالسجود لآدم عليه الصلاة والسلام، لم يسجد. طيب، ثم أن الله سبحانه وتعالى أنكر على إبليس، لم يقل إبليس أن الأمر على التراخي، صح؟ أي نعم، هذا دليل على أن الأمر يدل على الوجوب والفورية، إلا إذا جاء دليل يدل على التراخي. مثال دليل يدل على التراخي: قضاء رمضان. قضاء رمضان الأصل فيها أن يكون على الفور، صحيح أم لا؟ نعم. فعدة من أيام أخر، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى أي شهر؟ شعبان. تمام،
لماذا؟ لشغلها بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالتأخير لو كان محرم لما أقرت عليه أم المؤمنين عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ رضي الله عنه وأرضاه. يلا امشي. قال رحمه الله: لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب ثلاث. أخذنا الإباحة والندب والتهديد والتكوين والتسوية وجوابا لما يتوهم أنه محظور، وإذا جاء بعد أمر والدعاء. نعم. بل صرفه عن الوجوب حكم بحمله على المراد منهما. نعم ذكرنا. ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد يقتضي التكرار. ما يقتضي، الله أعلم، صح؟ ما يقتضي حتى يستقيم البيت. وإن لم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. صح؟ صح. أي نعم. طيب أظن النسخة الثانية عندكم ما؟ ها مصور نفسه. طيب يقول الآن، لا تعيد بالله يا شيخ. ولم يفد فورا ولا فورا، وقلنا لا، الصحيح يفيد الفورية، تقدم. نعم، ولأن الله سبحانه وتعالى أنكر على إبليس. نعم. ولم يفد فورا ولا تكرارا ولا تكرارا. لماذا؟ يقول يعني جاء الأمر يدل على أنه مرة واحدة، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. قال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ إذن الأصل في الأمر مرة واحد، حج مأمور به مرة واحد، مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: إلا إذا جاء الدليل يدل على التكرار، مفهوم؟ أي نعم. قال: ولم يفد فورا ولا تكرارا إن لم يرد ما يقتضي التكرار. نعم، مو التكرار، التكرار كما يقرأ الشيخ، صحيح. والأمر بالفعل المهم المنحة أمر به وبالذي به يتم. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الآن أمر الرجال بأداء الصلوات المفروضة الخمس مع الجماعة، مفهوم؟ الآن كيف يحضر الجماعة؟ يمشي. حكم المشي هنا واجب لأنه أدى إلى واجب. الوسائل لها أحكام المقاصد، ما لم تكن الوسيلة ممنوعة. نعم. كالأمر للصلاة أمر بالوضوء، وكل شيء للصلاة يفرض. نعم، البعض ينتقد على المؤلف هذا المثال. قلنا المثال ما في إشكال، المثال يأتي للتمثيل للقاعدة. قال: الوضوء من شروط الصلاة، إذن هو واجب. نعم، بل هو شرط. نعم. وحيثما إن جاء بالمطلوب يخرج به عن عهدة الوجوب. نعم، فإذا جاء بما طلب منه انتهى الأمر. الآن الذمة فارغة، يؤذن، أصبحت مطالب بماذا؟ بالصلاة. فإذا صليت انتهى المطالبة عنك، ما أحد يطالبك، لا أحد يطالبك بالصلاة بعد أدائها طبعا. نعم. قال رحمه الله: يعني الآن هل يجب في حقنا الآن صلاة الظهر؟ لا، مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: باب النهي. بعد الأمر جاء بالنهي، وهو قول يتضمن طلب الكف أو الترك بصيغة مخصوصة، وهو الفعل المضارع المقرون بلا الناهية. أما لا النافية لا. كيف نفرق بين لا الناهية ولا النافية؟ بالعمل، قل تجزم، مفهوم؟ نعم. ولهذا الذي لا يعرف اللغة العربية لا يفرق بين لا الناهية ولا لا النافية. طيب نعم، إذن علم النحو مهم. إذن النهي قول خرج بهذا الإشارة والكتابة، مفهوم؟ نعم. قول يتضمن طلب الترك أو الكف، خرج بهذا الفعل، لأنه يتضمن طلب الفعل. نعم، بصيغة مخصوصة على وجه الاستعلاء، خرج بهذا الدعاء والالتماس. الدعاء تقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا،
هذا نهي؟ والله ما يمكن يقال نهي، يقال هذا دعاء، مفهوم؟ نعم. والتماس، فأنا أقول للشيخ لا تتأخر، يقول حاضر، مفهوم؟ هذا التماس. طيب، بصيغة مخصوصة وهي الفعل المضارع المقرون بلا الناهية لا النافية. طيب، وقد يستفاد النهي من غير هذه الصيغة. إذن الأمر أربع صيغ، النهي صيغة واحدة. قد يستفاد النهي من غير هذه الصيغة، مثل أن يوصف بأنه حرام أو محرم أو كبيرة أو شرك أو كفر أو يذم فاعله أو يثاب تاركه أو يشبه بأقبح الحيوانات. ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب. بعض الناس يقول هذا ما يدل على التحريم، يقول سبحان، أسأل هل تريد أن تكون مثل الكلاب أكرمكم الله؟ يقول لا. إذن استفاد منه النهي، مفهوم؟ أو يوصف بأنه من المشركين من المنافقين، مفهوم؟ أو قلنا يترتب على فعله عقاب، نعم، أو أنه كبيرة أو ما إلى ذلك. نعم. قال رحمه الله: تعريفه استدعاء ترك قد وجب بالقول ممن كان دون منطلق. نعم، دعاء والتماس. وأمرنا بالشيء نهي المانع من ضده والعكس أيضا واقعه. يقول الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بإقامة الصلاة نهي عن إضاعتها. نعم. لكن هذا القاعدة يقول يحتاج الفقيه فيها أن ينظر في الأدلة، مفهوم؟ أي نعم، لأن أقول بعض المسائل لا تستقيم على هذا. نعم. وصيغة الأمر التي مضطرت والقصد منها أن يباح ما وجد، وتقدم معنا أن يباح ما وجد وذكرنا هذا، وبخاصة إذا جاء بعد نهي. نعم. كما أتت والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين هي. أخذنا التسوية اصبروا أو لا تصبروا، والتهديد اعملوا ما شئتم، فمن شاء فليكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم. والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا. نعم، بالأمس أخذنا من هو المكلف، قلنا البالغ العاقل، خرج بهذا الصغير والمجنون. الصغير يكلف لكن تكليف غير مساوي لتكليف البالغ، فيؤمر بالأوامر حتى يعتاد العمل، وينهى عن النواهي حتى يعتاد الكف. نعم. أما المجنون ليس له قصد أصلا. طيب، الكافر يدخل قطعا، الجن نعم، المرأة نعم، العبد نعم، الأمة نعم. قال تعيد بالله. قال رحمه الله: والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا، والكافرون في الخطاب دخلوا قطعا. نعم. في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوعة. نعم، الكافر مخاطب بالشريعة كاملة، لكن لا يصح منه شيء حتى يأتي بالأصل. ما هو الأصل؟ التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فلو قال لنا الكافر هل أنا مخاطب بالصلاة والصيام والحج والزكاة، إيش تقول له؟ تقول لا، إحنا نطالبك الآن فقط بالشهادة. دخل تعطي بقية الأوامر، لأن الكافر أحيانا يأتيك ويقول ختان، تقول نعم ختان واجب، قال أنه لا يدخل في الإسلام، لا ما يصح. تقول ومن أمرك بالختان؟ قال سمعت هذا. قال لا، أنت الآن مأمور فقط بالشهادتين، إذا دخل في الإسلام يشرح الله صدره، مفهوم؟ أي نعم. طيب، لكن هو مخاطب، يعاقب على ترك الصلاة؟ كافر يعاقب على ترك الصلاة؟ يعاقب أو لا؟ نعم. والدليل قالوا ما سلككم في سقر، صح؟ قالوا لم نكن من المصلين. إذا كان المسلم يعاقب فما بالك الكافر؟ من باب أولى.
يعني لو جاء كافر الآن وسأل قال هل أزني وأسرق وأصنع وأصنع، هذا يقول له ليس بعد الكفر إثم، اصنع اللي تريد. لا ما يصح. كما أن الجنة درجات نسأل الله من فضله، فالنار نسأل العافية والسلامة دركات. هل عذاب الكافر مثل عذاب المنافق؟ هل عذاب أبو طالب مثل أبو جهل وفرعون؟ لا. مفهوم؟ تقول لا ما تفعل، كل ما تزداد في الكفر كل ما يزداد الإثم عليك، واختار لنفسك. مفهوم؟ أي نعم. إلا إذن المكلف قد يطرأ أشياء على المكلف تمنع من التكليف. مفهوم؟ طيب، موانع جهل والنسيان والإكراه. جهل، صلى رجل المسيء في صلاته ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. مفهوم؟ طيب، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات الفائتة، أمر فقط بإعادة الصلاة الحاضرة. الصلاة الفائتة كلها صحيحة، لماذا؟ جهل. مفهوم؟ الخطأ، الخطأ يعني أخطأ، أراد أن يقتل الصيد وإذا هو قتل إنسان. النسيان، نسي وأكل وهو صائم فصيامه صحيح. هذه يسميها العلماء موانع التكليف، جهل وجهل وإكراه ونسيان. إيش قلنا إحنا؟ الخطأ. طيب، جهل وإكراه ونسيان. الإكراه يكره لكن بشروط قلبه مطمئن بالإيمان. نعم. قال رحمه الله في سائر الفروع للشريعة وفي الذي بدونه ممنوع وذلك الإسلام، والفروع تصحيحها بدونه ممنوع. نعم، لا صح من الكافر لا صلاة ولا صيام ولا غيره حتى يأتي بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الرسول. نعم، بالتوحيد. قال رحمه الله باب العام. عندنا العام والخاص والمطلق والمقيد. طيب، العام صيغ العموم سبعة، ما دل على العموم بمادته كل أم الباب وجميع وكافة وقاطبة وعامة، وما يقول ما دل على العموم بمادته أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط أو الاستفهام إنكاري، والنكرة إذا أضيفت، وألا الاستغراقية وألا العهدية إذا كان المعهود عام، وقد يستفاد أيضا من غير هذه الصيغ. نعم. قال رحمه الله وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر يرى. تقول أكرم الطلاب، يعني عموم أكرم كل الطلاب. نعم. قال رحمه الله من قولهم عممتهم بما معي وتنحصر ألفاظه في أربع. والصحيح احنا قلنا سبعة. نعم. الجمع والفرد معرفان بالله كالكافر والإنسان. نعم، الكافر يعني كل كافر. نعم، وكل إنسان، ولقد خلقنا الإنسان يعني كل إنسان في أحسن تقويم. نعم. وكل مبهم من الأسماء من ذا كمال الشرط والجزاء. قلنا النكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط أو الاستفهام إنكاري. نعم. ولفظ من في عاقل ولفظ ما في غيره ولفظ أي فيهما. نعم، ذكرنا أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة. نعم. ولفظ أين وهو للمكان كذا متى الموضوع للزمان. نعم. ولفظ لا في النكرات ثم ما في لفظ من أتى بها مستفهما، ثم العموم أبطلت دعواه في الفعل بل وما جرى مجراه. الفعل يقول لا يدل على العموم، يدل على الإطلاق، وبدأ يفرق الآن بين العام والمطلق. نعم. قال رحمه الله باب الخاص. الخاص ضد العام، وانتهينا. مفهوم؟ هنا قال
قال: والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى. مع حصر جرى، تقول مثلا يعني تحدد بعدد مثلا بخمسين بستين، هذا ليس بعام، هذا خاص لأنه محدد بعدد. نعم. والخاص إذن الأعداد تدل على إيش؟ على العموم؟ لا، على الخصوص. نعم. قال: والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر جرى. والقصد بالتخصيص حيث ما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. نعم. أكرم الطلاب إلا سعيدا، سعيد دخل في الطلاب لكن بعد هذا حصل له استثناء، مفهوم يا أخي؟ أي نعم، جملة بها حصل. نعم. وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل. يقول عندنا المخصص إما متصل أو منفصل، يعني التخصيص الدليل الذي يأتي يخصص الدليل العام إما متصل أو منفصل، إما يأتي دليل متصل. ما معنى دليل متصل؟ لابد أن يتصل العام مع الخاص في دليل واحد، والمنفصل هذا يأتي في دليل وهذا يأتي في دليل آخر. مثال: هل تستطيع أن تقرأ تقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر، الله أكبر، يصح؟ ما يصح، لأنه ليس هذا المقصود بالآية أصلا. لابد إذن هذا دليل إيش يسمون؟ متصل، إلا الذين آمنوا، مفهوم؟ وهو سيقول لك المتصل ثلاثة أشياء وانتهينا، وغير هذا منفصل، مفهوم؟ طيب، التخصيص بالاستثناء وبالشرط وبالوصف، أنت اتصل، وغير هذا دليل منفصل. نعم. فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيرها انفصل. خلاص، هذه أشياء ثلاثة لابد أن تأتي متصلة، مفهوم؟ تخصيص بالاستثناء وبالشرط وبالوصف، مفهوم؟ هذا الدليل لابد أن يتصل. نعم. لا، لو قال الآن: عبيدي أحرار اليوم الأربعاء، صح؟ وغدا الخميس جاء قال: إلا سعيدا، يصح؟ لا يصح، لأن هذا لابد أن يتصل، استثناء، مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: وحد باستثناء ما به الخبر. الآن يريد يبين لك الاستثناء، مفهوم؟ نعم. وحد الاستثناء. وحد الاستثناء ما به الخرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. نعم، عبيدي أحرار إلا سعيد، سعيد من العبيد، نعم، اندرج ثم خرج. نعم. وشرطه ألا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا. نعم، وشرطه، يقول شرط الاستثناء أولا الدليل متصل، هذا الشرط الأول. الثاني أن يكون الكلام متصل إما حقيقة أو حكما، أن يكون الكلام متصل إما حقيقة أو حكما. حقيقة، يقول عبيدي أحرار إلا سعيدا، هذا كلام متصل أم لا؟ نعم حقيقة. أو حكما، تقول عبيدي أحرار إلا سعيدا. هذه الكحة يعني إيش؟ في حكم المتصل، لأنه ما أستطيع أن أدفعه، مفهوم؟ يعني أنا أكح الآن ليس لدي شيء، لكن لو صنع هذا إنسان فهذا الكلام متصل حكما، فتقول عبيدي أحرار إلا سعيدا، يصح؟ يصح طبعا، لأنه ما يمكن دفع الكح الآن. طيب، نعم. أو أنا قلت عبيدي أحرار وذكرني قال إلا سعيدا، فقلت إلا سعيدا صح الاستثناء، لأن هذا متصل حكما. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أن المدينة حرام من كذا إلى كذا، قال له العباس رضي الله عنه قال إلا الإذخر، الاستثناء قبل هنا مع أن السؤال كان من آخر، مفهوم؟ هذا متصل حقيقة، إذا قلنا حكما المتصل حقيقة الكلام متصل عبيدي أحرار إلا سعيد، مفهوم؟ طيب، المتصل حكما هو الذي لا يمكن دفعه، عطاس أو سعال أو سؤال، مفهوم؟ نعم. على القافية
يعطيك العافية. قال ما الطالب قال الأستاذ قال يا أستاذ ما أحسن السجع؟ قال موافق الطبع. قال مثل ماذا؟ قال مثل هذا. فهمت؟ قال ما أحسن السجع؟ قال الذي يأتي بلا تكلف. قال ما أحسن السجع؟ قال ما وافق الطبع. قال مثل ماذا؟ قال مثل هذا. طيب نعم بدون تكلف. قال رحمه الله نعم. إذن الكلام أن يكون الكلام متصل إما حقيقة أو حكما. نعم. قال والنطق مع إسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به. نعم. يقول لابد أن يتكلم بهذا، ينطق بهذا، ولا يلزم إسماع من بقربه. يعني الآن أنا أقول عبيدي أحرار وفي قلبي أنوي إلا سعيدا، يصح؟ لا ما يصح. مفهوم؟ أي نعم. وهذا يحصل عندنا أين؟ وين يحصل؟ ما تعرف؟ الشيخ راشد يزور الشيخ في بيته، فهذا الآن يقول يا شيخ راشد تتعشى عندنا. راشد يقول والله ما استطيع آسف. فهذا الآن إذا ما حلف على راشد، راشد يقول بخيل، لازم يحلف في العرف عندنا، صح؟ ويقول هذا يا أخي أنا أخاف أحلف عليه وما يدخل، وبدل أن أطعم رجل واحد أطعم عشرة، مشكلة عندي. إذا حلف مشكلة، وإذا ما حلف مشكلة، إيش يصنع؟ قال أحسن شيء إيش يصنع؟ يحط راشد على الباب، يقول والله تدخل إن شاء الله، إن شاء الله ما يسمعها راشد، لكن يتلفظ بها، دخل الحمد لله أطعم واحد، لم يدخل ليس عليه كفارة يمين. مفهوم؟ تمام. إذن من شروط الاستثناء أن يتلفظ ولا يلزم إسماع من بقربه. تمام. قال ولابد أن يقصد قبل أن يبدأ بالكلام، يعني قبل أن يقول عبيدي أحرار ينوي إلا سعيدا، وهذا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي استثناء الأذخر، صح؟ ثم بعد هذا استثناء وصح الاستثناء. مفهوم؟ نعم. تعيد. قال رحمه الله والنطق مع إسماع من بقربه وقصده من قبل نطقه به. والصحيح لا، بقي معنا مسألة يعني ذكرها المؤلف، وهي لو قال له علي 10,000 إلا 10، استثنى إيش؟ استثنى الكل. إذا كان معدود لا يصح، لأن الأصل يقول ليس له عندي شيء، صح؟ لماذا يقول له عندي 10 إلا 10؟ هذا إذا معدود. لكن إذا كان وصف يصح ولو خرج الجميع لا إشكال، يقول أكرم من في المسجد إلا الأغنياء، ونحن الحمد لله أغنياء، صح؟ كلنا أغنياء. نعم. كيف؟ نعم. المهم فيقول أكرم من في البيت إلا الأغنياء، ويتضح أن كل ما في البيت أغنياء يصح الاستثناء، لأن هذا وصف. لكن إذا كان عدد لا يصح إن خرج الجميع، لكن إن خرج البعض حتى ولو كان أكثر من النصف يصح. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، إلا من اتبعك أكثر، صح؟ من الذين أطاعوا الله، صح الاستثناء؟ صح، مع أنهم أكثر. مفهوم؟ أي نعم. قال رحمه الله والأصل فيه أن مستثناه من جنسه وجاز من سواه. نعم. تقول عبيدي أحرار إلا سعيدا، جاء القوم إلا حمارا أكرمكم الله، هذا من جنسه؟ لا يا رجل، جاء القوم إلا حمارا هذا ليس من جنسه، يصح الاستثناء. يقول مفهوم؟ يصح الاستثناء إذا كان من جنسهم أو من غير الجنس. مفهوم يا أخي؟ قال جاء القوم إلا سعيدا، يصح.
جاء القوم إلا حمارا يقول يا صح أكرمكم الله. نعم. وجاز أن يقدم المستثنى والشرط أيضا لظهور المعنى. وجاز أن يقدم المستثنى. يقول إيش؟ إلا سعيدا جاء القوم، مفهوم؟ نعم. ويؤخر كذلك لوضوح المعنى، لا إشكال عندنا. نعم. ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد. نعم، الآن دخل في المطلق والمقيد. لابد نفرق بين العام والخاص، وذكرنا لكم أن بعض العلماء يقول العلم جمع تفريق سبر تقسيم، فلا بد أن تفرق بين العام و لا حول ما في العام والخاص، هذا واضح جدا. الإشكال كل الإشكال الفرق بين العام والمطلق. تمام. أي دليل تستطيع تستثني منه فهو عام. أكرم الطلاب عام، ننظر تستطيع تستثني؟ نعم، إلا سعيدا صح أصبح دليل عام. تقول أكرم طالبا إلا سعيدا لا يصح، إذن هذا مطلق. تمام. قالوا الاستثناء معيار العموم، معيار العموم، مثل يعني دحين جهاز يكشف مثلا ذهب أو كذا، فيكشف هذا، فالاستثناء يكشف الدليل أنه عام أو لا. طبعا تمام. الثاني، العام تحت أفراد كثيرة، مهما تأخذ منه يبقى صح؟ أي نعم، أكرم الطلاب إلا سعيدا بقي كثير. لكن المطلق لا، مجرد ما تقيد المطلق ينتهي. تقول أكرم طالبا مجتهدا، انتهى صح؟ طيب الثالث، الإطلاق بدل. تقول أكرم طالبا مجتهدا، تستطيع أن تقول تبدل محل طالب تجعل تقول أكرم مجتهدا، صحيح؟ فقضيت على طالب صح؟ أي نعم. لكن هناك ما تستطيع تحذف مثلا أكرم الطلاب وتضع سعيد، مفهوم؟ أي نعم. صيغ العموم عندنا سبعة، وصيغ الإطلاق الفعل يدل على الإطلاق، والنكرة في سياق الإثبات، النكرة في سياق الإثبات، هذه صيغ الإطلاق، هذه فروقات. نعم. وتذكر هذا المثال دائما حتى ترتاح، هنا أكرم الطلاب إلا سعيد، وهنا أكرم طالبا مجتهدا، فتحرير رقبة مؤمنة، لو تقول فتحرير مؤمنة يصح، مفهوم؟ أي نعم. بدلي. نعم. الله يحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد. هذا إذا كان الحكم واحد، إذا كان الحكم مختلف لا، انتبه معي. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، خلاص اليد هنا مطلقة، من أين نقطع؟ قال نقطع بأي دليل نقيد هذا الإطلاق؟ قال نقيد هذا الإطلاق بقوله سبحانه وتعالى وأيديكم إلى المرافق، تقطع اليد من المرفق. نقول لا، ما يمكن، هذا حكم وهذا حكم، هنا وضوء وهنا سرقة صح، وهنا غسل وهنا قطع، إذا ما يمكن أن نقيد بهذا الدليل صح، فرق كبير، كيف نقيد؟ من أين تقطع اليد؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مفصل الكف. طيب نعم. قال رحمه الله من الكوع، مفصل الكف، وعظم يلي الإبهام كوع، قال ما يعرف كوع من بوع صح؟ من الذي يعرف؟ ما تعرفه؟ لازم تفرق. وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره كرسوع، والرزق ما وصل.
وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فاحفظ واحذر من الغلط. مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: فمطلق التحرير في الإيمان مقيد في القتل بالإيمان. نعم، فتحرير رقبة مؤمنة، وقال في آية فتحرير رقبة تقيد، لأنه هذا تحرير وهذا تحرير وهذا عتق رقبة وهذا عتق رقبة، إذن عتق الرقبة اشترط فيها الإيمان. مفهوم؟ سواء كانت في كفارة اليمين أو كفارة الظهار. مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير. نعم، بالإيمان. ثم الكتاب بالكتاب خصصه الآن بسنة تخصص. نعم، القرآن يخصص بالقرآن وبالسنة وبالإجماع وبالقياس، والسنة تخصص بالقرآن وبالسنة وبالإجماع وبالقياس. نعم. ثم الكتاب بالكتاب خصصوا وسنة بسنة تخصصوا، وخصصوا بالسنة الكتاب وعكسه استعمل يكون صوابا، والذكر بالإجماع مخصوص كما قد خصص بالقياس كل منهما. ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: باب المجمل والمبين. المجمل والمبين، هذا الدرس هذا الباب أسهل باب، مجمل ومبين، لأن هذا الدرس مبين واضح لا يحتاج إلى شرح. أي شيء لا يحتاج إلى بيان وتوضيح فهذا مبين، وكل شيء يحتاج إلى بيان وتوضيح فهذا مجمل. إذن هذا الدرس سهل جدا. مفهوم؟ إذن كل شيء يحتاج إلى شرح وبيان وتفصيل فهذا مجمل، وعندنا أشياء لا تحتاج إلى بيان إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. انتبه معي، أصل الوضع أرض سماء صدق عدل ظلم، تحتاج إلى بيان؟ واضح يا رجل صح؟ هذه بأصل الوضع صح؟ تمام. أو بعد التبيين، أو بعد التبيين، بعد التبيين بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة، دليل وأقيموا الصلاة مجمل صح، لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحت الصلاة بينة واضحة. مفهوم؟ تمام. إذن سؤال: هل يوجد نص واحد، هل يوجد دليل واحد من الكتاب أو سنة مجمل باقي على إجمالي لم يبين لنا؟ لا والله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ها أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجاهد، بيّن كل شيء وترك الأمة على بيضاء نقية. لكن نحن نقول الآن أقيموا الصلاة مجمل صح، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدليل بماذا؟ بقوله في حديث المسيء في صلاته، وبفعله عندما قام وصلى على المنبر وقال إنما فعلت هذا لتأتموا به ولتعلموا صلاته. والبيان قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل وقد يكون بهما، بالقول وبالفعل. هذا الدرس سهل جدا لا يحتاج إلى بيان. مفهوم؟ نعم. إذن المجمل هو الذي يحتاج إلى بيان وتوضيح، والمبين لا يحتاج إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. الشريعة كلها بينة واضحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والله نشهد له ولجميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم بلغوا كل ما أمرهم الله سبحانه وتعالى بتبليغه. نعم. قال رحمه الله: ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل، وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال. نعم. كالقرء وهو واحد الأقراء في الحلب والطهر من النساء. نعم. والنص عرفا كله. انتهى الآن. انتهى من المجمل والمبين. نعم. والنص. طيب اصبر علي، عندنا النص. النص هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، لا يحتمل إلا معنى واحد، ومنه هذه المنصة، شايفها الآن؟ هذه منصة، ويضع المهم الملوك ولا العريس ولا العروس في مكان مرتفع، نسميها إيش؟ منصة. ليش؟ لأنه يرتفع يظهر لكل الناس صح؟ فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. لماذا؟
حتى لا أحد يشك. هذا يسمى نص، يعني لا يحتمل إلا معنى واحد. لكن إذا يحتمل معنيين فالأول يسمى ظاهر والثاني يسمى مؤول. إذن عندنا ثلاثة أشياء: نص، هذا لا يحتمل إلا معنى واحد، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، قال تلك عشرة كاملة، ما يشك أحد في هذا العدد، صح؟ هذا يسمى إيش؟ نص، لا يحتمل إلا معنى واحد. وإذا كان يحتمل معنيين عندنا ظاهر وعندنا مؤول. طريقة أهل السنة والجماعة، أسأل الله يجعلكم يجعلني وإياكم منهم، يجر نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها لأن أقوى في التعبد والانقياد. والفرق بين أهل السنة والظاهرية ما هو؟ الظاهرية يجمد على ظواهر النصوص، لكن أهل السنة يجر النصوص على ظاهر. مثال: قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا، قال توضأوا من لحوم الإبل، خلاص تمام، ظاهر الحديث نتوضأ، أي وضوء؟ وضوء الشرعي، وضوء الصلاة، نعم، غسل الأعضاء الأربعة مع الترطيب والموالاة، مفهوم؟ طيب، قال هذا لا، توضأوا يعني غسل الكفين، ممكن نقول هذا مؤول. نحن نحمل النصوص على ظاهرها، أقوى في التعبد والانقياد، مفهوم؟ بالأمس ذكرنا لكم قول الله تعالى يريد أن ينقض، تقول الجدار له إرادة، كيف؟ الله أعلم، آمنا وصدقنا وسلمنا، صح؟ وقال الإرادة يعني مال، مفهوم؟ إيه مال أمس قال. طيب، متى ننتقل من الظاهر إلى المؤول؟ ما يمكن ننتقل من الظاهر إلى المؤول إلا لدليل، وجد الدليل انتقلنا. مثاله: قال عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، لا يمكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، صح؟ يستحيل هذا، هذا ظاهر عندنا. نقول لا، قصد النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء أي الاغتسال من الماء، ماء الرجل المني يخرج من ماء دافق، مفهوم؟ هي نعم. لماذا عدلنا من الظاهر المؤول؟ دليل، عندنا الدليل، يخرج من ماء دافق، ولا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء من الماء، مفهوم؟ قال لا يسقي أحدكم ماءه زرع غيره، يعني هذا عنده بستان وهذا البستان فيه ماء وهذا لديه بستان بجانب هذا، فهذا يمنع عليه وضع يعني سقي زرع فلان، لا، ما يمكن، النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد هذا. زرع غيره يعني الآن في الجهاد أسرنا نساء، هذه أسرنا مرأة، هذه المرأة كانت حامل وأعطيناها الشيخ نصيبه من الغنيمة، مفهوم؟ لا يستطيع يطأها حتى تضع الحمل، لماذا؟ لأن الذي في بطنها زرع. كيف زرع؟ من أين عرفنا؟ قال فأتوا حرثكم أن شئتم. إذن لا يسقى أحدكم معه زرع غيره، الظاهر هذا بستان وبستان، لا يا رجل، بل هذا من فعل الخير، حملنا على بالدليل، مفهوم يا أخي؟ واضح إن شاء الله، نعم. والتأويل ينقسم إلى قسمين: صحيح مقبول ما دل عليه دليل، فاسد مردود ما لم يدل عليه دليل. أتى أمر الله ظاهر الآية أن أمر الله أتى،
نقول لا، أتى أمر الله سيأتي. ما الدليل؟ الدليل فلا تستعجله، موجود في الآية، مفهوم؟ أي نعم. إذن عدلنا من الظاهر إلى المؤول للدليل، إذا لم يأتي دليل تأويل مذموم لا شك فيه، مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، يعني لا يحتمل إلا معنى واحد. قال وكلم الله موسى تكليما، أكد الكلام، مفهوم؟ البعض قال لا، لا ما يمكن، ما يصح. قالوا الآية وكلم الله موسى، جعل اللي تكلم موسى عليه الصلاة والسلام، يعني بنصب لفظ الجلالة. بعض العلماء قال تقول هذه الآية هكذا، ماذا تقول في قوله سبحانه وتعالى وكلمه ربه؟ ما يستطيع أن يغير هنا، مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم. تأويله تنزيله، يعني مجرد ما تنزل الآية لا تحتاج إلى بيان، واضحة. نعم. نص. والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، هذا هو يفيد معنى آخر غير المعنى الذي له وضع. نعم. كالأسد اسم واحد السباع، الأسد اسم واحد السباع، أسد. وقد يرى للرجل الشجاع تقول فلان أسد. نعم. كالأسد اسم واحد السباع وقد يرى للرجل الشجاع، والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى. أولى. نعم. أولى. نعم. يقول ما يمكن نذهب إلى التأويل إلا بدليل، بالدليل أولى. نعم. والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل، مقيد بالدليل. أتى أمر الله نقول سيأتي، ما الدليل فلا تستعجلوا. نعم. قال رحمه الله: باب الأفعال. انتهى الآن من الأقوال، انتهى من الأقوال. أين يا إخواننا، أين ذكر الأقوال؟ أمر قول صح، النهي قول. أي نعم، انتهى من أقوال، من الأقوال يأتي إلى إيش؟ إلى الأفعال. الآن ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أشياء يفعلها عليه الصلاة والسلام، نحكم عليها بما ننظر عادات عبادات. كل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات الأصل فيه الاستحباب، حتى يأتي دليل يرفع الاستحباب إلى الوجوب. كل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في العادات فالأصل فيه الإباحة، حتى يأتي دليل يرفع هذا إلى استحباب. مثال: ورد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غسل الكفين، فغسل الكفين نقول هذا في العادة ولا في العبادة؟ الوضوء عبادة، أصبح غسل الكفين مستحب حتى يأتي دليل يرفع للوجوب. جاء دليل ورفع هذا الوجوب في الذي يستيقظ من نوم الليل، لا يدخل يديه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثة، مفهوم؟ تمام. أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في العادات: ركب الحمار عليه الصلاة والسلام، وركب البعير، وركب البغل. لو جاءنا الشيخ وقال ركوب هذه الدواب سنة نقول لا، عادة أو عبادة؟ عادة، إذن إباحة، مفهوم؟ تمام. لبس الإزار والرداء، لأن عادة العرب لبس الإزار والرداء جائز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات فالأصل الاستحباب، حتى يأتي دليل يرفع للوجوب. وكل ما فعل في العادات فالأصل الإباحة، حتى يأتي دليل يرفع إلى الاستحباب. التكني الأصل فيه الإباحة لأنه من العادات، حتى يأتي دليل يرفع إلى الاستحباب. نعم. إذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات فالأصل فيه الاستحباب حتى يرتفع إلى الوجوب، في العادات الإباحة. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل فله حكم
المجمل قام وصلى. إذن هذا بيان، بيان لماذا؟ لقوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، فله حكم هذا المجمل. الصلاة منها فريضة ومنها نافلة. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة قلنا الإباحة، بمقتضى الجبلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو يعني خرج من مكة، من المدينة إلى مكة للعمرة والحج، في طريقه عليه الصلاة والسلام قضى الحاجة. قضاء الحاجة هنا سنة في هذا الموضع؟ لا، كان يعرق عليه الصلاة والسلام، هذا ما فعله مقتضى الجبل، كان يشرب عليه الصلاة والسلام، فهذا ليس له حكم إلا إذا جاء الدليل، مفهوم؟ كالشرب باليمين. نعم، إذن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة الأصل فيه الاستحباب حتى يرفع للوجوب، العادة الإباحة حتى يرفع للاستحباب، ما فعله مقتضى الجبلة، ما فعله بيانا لمجمل فله حكم ذلك المجمل، ما فعله بمقتضى العادة هذا هو الذي فيه إشكال عندنا، لأنه كثير من الناس يتوهم أن هذا سنة. لبس الإزار والرداء، إطالة الشعر، حب الدباء، حب العسل، هل هذه من السنة؟ قال لا، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مقتضى العادة. فماذا نصنع اليوم؟ قال السنة هنا ما هي؟ السنة هنا أننا نوافق عادة القوم ما لم نخالف الشرع. يعني هذا الأخ جاء إلى الكويت، هنا الكويت لهم عادة في اللباس، فيلبس لباس أهل الكويت ما لم يخالف الشرع. ذهب إلى قطر، قطر يلبس العقال هذا اللي له كذا مثلا، فقال أنا وافق عادة القوم، لا إشكال في هذا لأنه لم يخالف الشرع. لكن ذهب إلى مناطق وهذا يكشف العورات وقال لازم وافق عادة القوم، نقول صحيح، لكن عادة القوم هنا مخالفة للشريعة ما تفعل، مفهوم؟ إذن إطالة الشعر سنة؟ لا، عادة القوم. حتى يقول بعض العلماء في هذه الأيام أن إطالة الشعر في هذه الأيام أصبحت شعار للخوارج، مفهوم؟ إذن ليس بسنة، عادة. كان القوم زمن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولهذا جاء النهي عن لباس الشهرة، مفهوم؟ وهذا اللي يخطئ فيه كثير من الطلاب، هذا يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله. أقرأ الآن. قال رحمه الله: باب الأفعال. نعم، أفعال طه. أفعال طه، طه أي النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء لم تثبت له عليه الصلاة والسلام هذا تعدي على النبي عليه الصلاة والسلام. الأسماء في اللغة العربية مكونة من حروف ثلاثة، هذا الاسم في اللغة العربية، ما وجد اسم أقل من ثلاثة أحرف. واحد. الثاني، الاسم له معنى، كل اسم في اللغة العربية له معنى، ولهذا لكل إنسان من اسمه نصيب. الثالث، يقول لو نقول طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال الله سبحانه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، خلاص يقول طه وياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ تمام. إذا قالوا أن طه وياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، نقول تعالوا ألف لام ميم صاد، أكمل، كتاب أنزل إليك. إذن أيضا نقول ألمص من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ألف لام ميم صاد. هل يقول أحد هذا؟ إذن من يقول أن طه وياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم نلزمهم أن يسموا النبي صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم صاد، يعني ألمص، صح؟ صحيح؟ هل يقول هذا أحد؟ هذا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، ومات رحمه الله. ثم جاءني طالب سألته إيش اسمك؟ قال ألمص.
ألف لام ميم صاد. قلت عجيب، مفهوم؟ أي نعم. طيب إذا طه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. الاسم من ثلاثة أحرف، الاسم له معنى، يلزم من هذا أن نقول ألف لام ميم صاد. والله أخواننا نحن في زمن خطير جدا، وينتشر الباطل ويتكلم الرويبضة. جاء واحد في هذه الأيام وسجل مقطع لا يعرف لا بالعلم ولا بالفقه، ولا رجع لا إلى كتاب ولا إلى سنة، رجع إلى المتهوكين والحيارة واليهود، وقال ياسين معناها كذا، وصاد معناها كذا، وصدق أهل الإسلام. طيب نرجع لعلماء التفسير، لماذا نرجع لهذا؟ عجيب، عجب، عجب. قال والله صدق ياسين في العبرية كذا، وصاد يعني صح أو كذا. أنت ترك هذا الكلام، لو جاء هذا من علماء السلف نقبل، ونقبل ثم بعد هذا نتشاور، صح؟ راجح مرجوح كذا. أما يأتينا إنسان يتكلم في القرآن بماذا؟ قال بالعبرية، القرآن نزل بالعبرية إنجليزية، مشكلة. غدا إنسان يأتينا ويفسر القرآن بماذا؟ ممكن يفسر بالإنجليزية، صح؟ ليس معنى يفسر بالإنجليزية تفسير، لا، يجي مثلا يقول هذه الكلمة هي نفس اللفظ في اللغة الإنجليزية. عجيب والله عجيب. ولا أحد يتكلم والكل قبل، مشكلة. نعم. قال رحمه الله: أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. نعم، أقول مرضية أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكلها إما تسمى قربة، كلها إما تسمى قربة. قربة هذا القسم الأول، انتبه مع 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 الناظم، قربة هذا القسم الأول. نعم. وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا ففعل القربة، أو لا طاعة أو غير طاعة، يعني عبادة وعادة. انتهينا هنا، هنا يقف خلاص، ثم أراد يشرح لك الطاعة، مفهوم العبادة. نعم، الأفعال في العبادات. نعم. ففعل القربة من الخصوصيات، حيث قال من الخصوصيات، يقول لا يمكن أن نحكم على فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بالخصوصية حتى يقوم الدليل. النكاح بالهبة هذا خاص بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. تأتي المرأة وتهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم خالصة لك من دون المؤمنين، مفهوم؟ الزواج بأكثر من أربعة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ إذن الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل فيها التأسي حتى يأتي الدليل على الخصوصية، ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل. نعم. قال رحمه الله: من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل الصيام، فسألوه قال إني لست كهيئتكم، إذن هذا دليل على الخصوصية. نعم. وحيث لم يقم دليل، حيث لم يقم دليل فالأصل التأسي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف، وقيل مستحب. لا، مستحب، عبادات مستحب. نعم. بحقه وحقنا، وأما ما لم يكن بقربة يسمى، هذا القسم الثاني، ما لم يكن بقربة هذا إيش يسمى؟ يسمى عادات. نعم. فإنه في حقه مباح، وفعله أيضا لنا يباح، حتى يأتي دليل يرفع هذا إلى الاستحباب. نعم. وإن أقر قول غيره، انتهى فعله. انتهى الآن، انتهى من القول وانتهى من الفعل ودخل في الإقرار، مفهوم؟ نعم. قد يقر النبي صلى الله عليه وسلم على القول، وقد يقر على الفعل. إقرار على القول، أقر صاحب السرية الذي كان يختم القراءة في الصلاة بسورة الإخلاص بقول هو الله أحد. وإقرار على الفعل، أقر الحبشة يلعبون في المسجد تأليفا لهم على الإسلام. طيب، نعم. قال رحمه الله: وإن أقر قول غيره يعين كقوله كذاك فعل
قد فعل. نعم، إذا أقر كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أو الذي فعل. نعم. وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. نعم، يعني يقول أشياء كانت تحدث زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري عنها، فماذا نقول في هذه الأشياء؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم، لكن علم بها الله، والقرآن ينزل، وكان أشياء يفعلها أهل النفاق ولا يدري عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينزل القرآن ببيانها للنبي صلى الله عليه وسلم. ونقول هنا إقرار من من؟ من الله. إذن أشياء كان يفعلها الصحابة رضوان الله عليهم زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا إقرار من الله. والدليل كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. إذن احتج بماذا؟ بزمن الوحي، مفهوم؟ ولهذا قلنا الأشياء التي كان يفعلها أهل النفاق بيّنها الله سبحانه وتعالى، فدل أن الأفعال التي تفعل زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لا يدري عنها فهذا إقرار من الله سبحانه وتعالى. تعيد؟ نعم. قال رحمه الله: وإن أقر قول غيره فعل كقوله كذاك فعل قد فعل وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. هذا نعم، إن أقره فليتبع. نعم، لكن إن جرى في عصره ولم يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم نقول اطلع الله سبحانه وتعالى عليه، مفهوم؟ نعم. نكتفي، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم، جزاكم الله خيرا. كم بيتنا؟ يعني في أشياء والله ما أقدر أعدل، ولازم شوية. أنا شفت